صيام الست من شوال، هل يبدأ في صيامه من ثاني يوم من شهر شوال؟ نعم، هو قال في هذه السنة. نعم. الجواب هذه السنة وفي غيرها من السنوات صيام ثاني يوم من أيام العيد، ثاني يوم من أيام الفطر من شوال لا بأس به، وهو يتحقق به صيام الست. ولكن بعض الناس يظن أن النهي عن صيام يوم العيد يشمل كل الأيام التي تلي يوم العيد إلى ثالث العيد أو رابع العيد، وهذا ليس في هذا العيد، إنما هو في عيد الأضحى الذي لا يجوز صيام يوم العيد ولا الثلاثة أيام بعده التي هي أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. أما في عيد الفطر فالعيد يوم واحد، وبالتالي هو الذي ورد النهي عن الصوم فيه.